دابا تخيلوا معايا عندكم واحد المهمه وقلت لكم قضيوها في دقيقه، نفس المهمه قلت لكم ساعه، ومن بعد نفس المهمه قلت لكم عندكم نهار. بطبيعه الحال النتيجه ما غاديش تكون بحال بحال، دقيقه ماشي هي ساعه وماشي هي نهار. هادشي اللي غنشوفوا في هذا الفيديو. يو دابنا، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. في رمضان كدت لكم واحد الفيديو اللي هو نحاول نقادو فطور ديال رمضان في قل من ساعة. الفيديو عجباتكم بزاف، اليوم غندير واحد التحدي مشتق من هو على هذا المشتق، تحدي ديال دقيقة فيس ساعة فيس نهار كامل. غنختاروا واحد الوجبة وغادي نحاول نقادها في دقيقة وفي ساعة وفي نهار كامل، هذا هو الكونسيبت. والوجبة اللي غنختاروا هي برجر. فقبل ما نبداو خلي معكم واحد لايك، تابعونا في لاشين، ارجو لا كلوش، نبداو الفيديو. نحاول نصايب واحد البرغر في دقيقة، نزرب عليه بالزربة، من بعد عندنا ساعة ناخذ الوقت، ومن بعد عندنا نهار كامل يعني 24 ساعة نقادو فيها هذا البرغر. بالنسبة للبرغر الثالث عندنا 24 ساعة، غادي نجرب ستيك المدخن، يعني ستيك اللي ما كيطيبش بالعافية ولكن كيطيب غير بالصهد زائد الدخان ديال العافية، وغادي نقارنوا ما بين الأول والثاني والثالث. دابا غنبداو بأول برغر، الوقت اللي عندنا دقيقة واحدة، دونك خاصني نخدم واحد استراتيجية. الخطة كالآتي: أول حاجة غادي نغسل المطيشة، نحل هاد اللعيبة هادي ونحل الفرماج، هكا يكون كلشي قدامي باش حتى دقيقة ما نضيعوها. دقيقة وقبل غنعيط لواحد السيد خبير في لي برغر يقول لي شي وصفة من عنده. ألو، شي وصفة عافاك؟ الخبز ثم اللحم كاتشب مستردة خس بصل كثير جبن طماطم خبز بهذا الترتيب. صافي، شكرا شكرا. بسم الله، دابا غادي نبداو. خلاص ساعدو، ها هو كرونو. بسم الله، اوب، ها هو هنا، هو هنا. مابقاش الوقت، مابقاش الوقت، مبقاش مبقاش الوقت. اللحم بحال طعم، اوب، دقيقة دقيقة، ها هو البرجر. اللحم كيبان ليا طعم، دقيقة راه كانت لا شيء، راه دقيقة والو، 60 ثانية. صدقوا كيفاش جا؟ بسم الله. اول حاجه الخبز ما زوينش، خاصو يطوسط واحد شويه. ثاني حاجه الفرماج ماشي فوندو، خاصو يدوب واحد شويه. ثالث حاجه الكفته ما زويناش، اي حاجه كونجلي ما تكونش مزيانه. دابا غنصايبو الطاكوس رقم 2. وا الطاكوس دابا غنصايبو البرجر رقم 2، عندنا فيه ساعه اللي هي 60 دقيقه. هاد المعلومه قبل ما كنتو عارفينها. هاد البرجر ما غاديش تطلب شي خطه ولا شي استراتيجيه ذكيه، عندنا ساعه. ديروا البصله ولا بلاش؟ هاي كفته، كفته جديده مزيانه، غادي قادو على خاطرنا. دابا معاك الثومه، العطريه، المسائل. وهذا برجر. شحال درنا؟ يلاه 20 دقيقة، بقى لي 40 دقيقة. ويلي، ندوقوا هذا البرجر، غالبا غادي يكون ناضي. بسم الله، رائع. قطعوا على النص. واش السعيد؟ تبغيش الواحد اللي يبقى درويش، تبغي الطاغية.
دابا غندوزو للبرجر رقم 3. عندي 24 ساعة. اول حاجة غنبدا بها اللي هو ستيك المدخن بحكم كياخذ الوقت بزاف في الطياب ديالو. اول حاجة غندير غادي نشعل المجمر وغادي نخليه واحد المدة حتى العافية تولي باردة ما يبقاش سخون بزاف باش ستيك طيب غير بالصاد ماشي بالعافية. وباش يكون لحم مدخن غنزيد معاه الخشب ديال الزيتون والخشب ديال الليمون. هاد الخشب غيطلع منه واحد الدخان وهداك الدخان غيعطي واحد المذاق واعر في ستيك. هذا هو اللحم اللي غنستعمل واخا كيبان ليا ماشي شي ماركة مزيانة هو اللي لقيته انسان ويدي باني وكذا. بلا ما حسيت لقيت راسي درت ليه الجمعة ديال الطاكو حق الله. ودابا غادي ندفنو ستيك ديالنا. ها هي دابا كلشي مقاد نتسناو تقريبا 6 سوايع حتى طيب على خطر. ومن بعد غادي نجبدوها وغندهنها بالعسل والباربيكيو وغنحطوها فوق الجمر طيب واحد الشويه وغتكون واجده. واو 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 غنقطعها نحطها في البرجر غتجي ناضيه ما كاينش النقاش ما كاينش يا ناض. تقريبا دازت 4 سوايع ونص حطيتها مع 12 ودابا 4 ونص غتكون طابت ولا باقي توقع ديالي باقي غنخليها نسيت كيبان لي غنخليها تكمل تقريبا 5 سوايع حيت كما شفتوا الجمر راه ماشي شاعل بزاف راه تقريبا طافي يعني خفيف. خليها خويا على خاطر كيبان لي اللحم باقي معطل غادي نخليه هكا وغادي نمشي نضرب شي دوره حتى يطيب على خاطر. فين غادي وفين غندور راه باقي خصني نمشي نجمع الكوزينه ونسلم وان وهذه غتكون اول لحمه غناكل في حياتي طابت اكثر من 6 سوايع. اول مره غنجرب هذه الطريقه. دابا نبداو نقادو في الطاكوس تهرانيه البرجر الثالث الخبز نطوستيو جامبو ديال البوف فومي فرماج شيدار من الطاليان بصله خص كما كتشوفوا هنايا هادو هما الدرجات ديال الطياب ديال اللحم. كيبان ليا جا ويل دان طيب بزاف اي طاب بزاف ولكن باقي رطب. البرجر الاخر ها هو شحال ديال الوقت استغرق شوف شي 7 سوايع تقريبا ولا 8. دابا نشوف هاد الوقت كامل واش يستحقوا هاد البرجر ولا لا. اخوان السلام عليكم. وقت عند حدك ولي مصيبه كعله سير بلاصتك. مدريسي في الواقع رائع. وهذا كان اخر فيديو وهذا كان اخر برجر في هذا الفيديو. ما تنساوش تقولوا في الكومونتير واش عجبكم هذا الكونسيبت باش نبقى ندير لكم بحالو ونبدلو غير الوجبه عند الطاكوس مع البيتزا وحنا غاديين اش بان لكم. وبالوقت كما وصلنا لافان ديال الفيديو جيسبر الفيديو عجبكم جيسبر الكونسيبت يكون عجبكم حطوا لي كومونتير قولوا لي شنو مر الملاحظات ديالكم حول التصوير والمونتاج والذكرى كفكره. نخلي معكم واحد لايك ابونا فلاشتين بارطاجوا الفيديو مع اصحابكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد كل سبس مع الجول عقل مزيان سبس مع الجول تهلا.
زحايا.